سنخنق روسيا بالعقوبات ليخرج شعبها وينقلب على حكومة بوتين. خطة شيطانية وماكرة، ولكن اليوم لا غاز ولا كهرباء ولا تدفئة، ومن يسكت اليوم يتجمد غدا. أوروبا تشكو والوضع يرثى له يا سادة، لقد انقلب السحر على الساحر. فما الذي يجري؟ القارة العجوز تفرض عقوبات تلو الأخرى، لكن النتائج تظهر في بلدانهم، بينما تظل روسيا واقفة ولم تتزحزح. فمن يعاقب من؟ والعقوبات تعود على أصحابها. المظاهرات تشتعل والاحتجاجات على أشدها، والإقالات تتوالى لتتبعها الاستقالات. والحفرة التي حفرتها أوروبا لموسكو ها هي تدفن نفسها فيها. ألا يكفي ذلك أيها الأوروبيون؟ عن الانتحار الأوروبي نتحدث، وللقصة بقية. من هنا كانت البداية. كان يا مكان، وقبل 8 أشهر بالتاريخ والزمان، كانت أوروبا تعيش في سلام وأمان، فلا خطر على الغذاء ولا مشكلة في الماء، أما الطاقة فمتوفرة على الدوام. إذن فما الذي كان ينقص الأوروبيين؟ لم ينقصهم شيء، إلا أنهم بطروا معيشتهم وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، كما فعل قبلهم قوم سبأ. ويا لتعاسة حالهم اليوم، حرب لا ناقة لهم فيها ولا شمل. فلا روسيا ضمن الاتحاد الأوروبي، ولا أوكرانيا دولة أوروبية. فلماذا كل ذلك يا هؤلاء؟ يقف الدب الروسي بتلك الزاوية ويضحك. هل تريدون التدفئة والإضاءة؟ حسناً، سنبيع الطاقة لكم وبثمن زهيد، لكن سنبيعها لكم بعملتنا ووفق شروطنا وحسب مزاجنا. هنا غضب الأوروبيون وقالوا: هل تحاولون رفع عملتكم واقتصادكم أيها الروس على حسابنا؟ لا، لن نشتري منكم. الروس اتجهوا إلى آسيا، وهناك الكثير من الشارين للطاقة الروسية. فالهند والصين هم زبائن روسيا المفضلين، فعدد سكانهم يعادل نصف سكان العالم، ولا حاجة لأوروبا لكي تشتري. وبطريقة الإعلانات المصرية: اشتري كمية كبيرة وبسعر رخيص، وعلينا خدمة التوصيل لتوفر عليك تكاليف الشحن والجمارك. يا لخبثكم يا أبناء العم ستالين. ما هذه الرائحة؟ إنها رائحة مسيلات الدموع. ولما كل هؤلاء المتظاهرون هنا؟ وما هذه الطوابير الطويلة للسيارات أمام محطات البنزين؟ أنت في فرنسا يا هذا، وهذه معاناة مريرة يعيشها الفرنسيون. اليوم أزمة الطاقة تشتد، والاقتصاد الفرنسي يحتضر، ليترك رجال الشرطة المجرمون ويذهبون في رحلة البحث عن الوقود. نعم، هذه شرطة فرنسية وهذه سياراتهم، لقد نفد الوقود منها. يا لبؤس حالهم، أزمة نفط ومجاعة طاقة، فرنسا تختنق حرفيا. الحكومة الفرنسية تقول أزمة الطاقة هذه أصبحت لا تطاق، ليخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويصرخ في وجه أمريكا والنرويج: ليست الصداقة أن تبيع الغاز لنا بأربعة أضعاف سعره، ذلك لا يجسد المعنى الدقيق للصداقة. لم يعد ارتفاع أسعار الغاز فقط مصدر قلق للدول الأوروبية، بل تحول إلى سبب خلاف ومظاهرات. نعم، فالاحتجاجات تعج بها القارة العجوز، وواشنطن تبيع الغاز لهم بأربعة أضعاف السعر الروسي. فعن أي أسعار نتحدث؟ ماكرون الذي يحلم أن يقود قائدا للقارة الأوروبية لا يستطيع اليوم أن يقود بلاده إلى بر الأمان، وقد تعجل هذه الأزمة بالإطاحة به من السلطة الفرنسية بعد أشهر قليلة من تنصيبه في الحكم لفترة أخرى. لتتذكر أوروبا حينها أن امرأة ألمانية كانت تقود القارة بأكملها إلى بر الأمان. فهل عرفتم من هي؟ نعم، إنها أنجيلا ميركل، التي استطاعت أن تكبح جماح بوتين لتجنب القارة الأوروبية من الوصاية الأمريكية. أما اليوم فقد سقطت القارة في أحضان الولايات المتحدة لتشعل نارها وتلزم غيرها بإطفائها. روسيا غاضبة، وأبناء العم سام هم من أغضبوها، فأين المفر؟ الوضع يزداد سوءا، وبريطانيا المملكة التي لا تغيب عنها الشمس تعاني الأمرين. فأسقط الأنجليز رئيس وزرائهم بوريس جونسون، ليأتي بعده ليز تراس لتظهر وتتفاخر في خطاباتها: سنجعل بوتين يركع ويخضع. فقد أشبعت شعبها بالوعود، وبعد شهر واحد وأيام قليلة ها هي تراس تعود لخطة سلفها جونسون. يا للعجب.
الحمل يزداد ثقلا لينكسر ظهرها، وما هي إلا أيام قليلة لتطلع على ذات المنبر لتعلن استقالتها، لتكون بذلك أسرع من ينزل عن هذا المنصب. فلماذا لم يركع بوتين إلى هذه اللحظة يا حفيدة الملكة إليزابيث؟ أم أنها مجرد دعاية انتخابية وقد انتهت صلاحيتها؟ أوروبا من باب إلى آخر. الأوروبيون يبحثون عن مخرج، الشتاء قادم والبرد يزيد من أوجاعهم قبل دخوله. ليذهب الأوروبيون باتجاه الصين وقطر لنجدتهم بالغاز، لترد بكين أولا. وبحسب وكالة بلومبرغ، الصين ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لضمان التدفئة الشتوية لبلادها وشعبها. ليتساءل أصحاب العيون الضيقة، هل نبيعكم غازنا لتدفئون أنفسكم ونبقى نحن في الصقيع؟ سترون ذلك في أحلامكم. ليطرق باب قطر، وهنا الدوحة تزيد طين أوروبا بلة وتدير ظهرها للأوروبيين وتقول: نحن نعتذر، لن نحول الغاز بعيدا عن آسيا، نحن ملتزمون بعقود. ومع قرار أوبك ورفض الصين وقطر وتخفيض إنتاج شركة غاز بروم وضرب خط نورد ستريم، أوروبا ستعاني كارثة حقيقية وغير مسبوقة. لتندلع المظاهرات الغاضبة في العواصم الأوروبية كورق الدومينو. المتظاهرون في معظم العواصم الأوروبية يهتفون: لا للناتو، لا لتسليح أوكرانيا، هذه ليست حربنا. ليرتفع سقف مطالبهم ويطالبون باستقالة حكوماتهم. نعم، الثورات التي صدرها الغرب للشرق الأوسط عادت عليهم اليوم بالسوء، وهي تكاد أن تطيح بهم. خوف وبرد وقد يلحقه مجوع، فهل حانت نهاية القارة التي سادت العالم لقرون؟ لم ننتهي بعد. ومع كل هذه المآسي التي تعيشها أوروبا، بقي جانب آخر، إنه جانب الأسلحة يا سادة. وبسبب انشغالهم بدعم أوكرانيا، دول الناتو وأوروبا لا يتفقدون مخازن أسلحتهم، فمخزونات الأسلحة للناتو تصل لمستوى الخطر، حيث أن واشنطن سلمت كييف ثلث مخزونها من صواريخ ستينجر وغافلن. وألمانيا لا تكفي ذخيرتها لثمانية وأربعين ساعة فقط في الحرب، وتحتاج برلين إلى 22 مليار يورو لتعويض مخزونها. أما الولايات المتحدة فتحتاج لسنوات لإعادة مخزونها إلى ما قبل حرب أوكرانيا، وذلك نقلا عن موقع Global Firepower. فماذا إذا اشتعلت حربهم الموعودة؟ فكيف سيدافعون عن سيادتهم؟ لنقولها بشكل مختصر: أما آن للأوروبيين أن يتركوا ساحة الحروب وأن يعودوا للسلام مع الدب الروسي، أم أن للكبرياء السياسي رأيا آخر؟